ترياق روح عنوان ضم أكثر من 45 شعر نثري تنقل بين عوالم مختلفة للمرأة بعشقها وتضحيتها ومعاناتها ضمن قيود الشرقية اللي فرضها المجتمع، وبين أوراقها أيضا لعظمة أم الشهيد مكان مقدس. نسجته مخيلة صاحبة هذه الدواوين وأيضا ضيفتنا ضمن مساحتنا الصباحية لليوم الشاعرة ملاك العوام. يسعد صباحك. صباح النور. وسهلا فيكي على شاشتنا. صباح النور. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. مبروك أول شيء توقيع الكتاب. سلامي. بارك الله فيكي. هلا بناياك تريحي شوي، حاسك هيك شوي بدك دغري تبلشي معنا. بناياك تريحي شوي لأنه رح نحكي عن كتير تفاصيل طبعا. ونبدأ من الكتاب يلي تم توقيعه مبارح. قبل ما نسمع منه شيء وقبل ما نعرف شو مضامينه، خبرينا أكتر قدي استغرق منك وقت لحتى أنجزتي الكتاب. شو هي المواضيع الأساسية اللي حبيت تضميها بالكتاب؟ بما اني عم بكتب الشعر خليني ابدا بمقطع صغير. تفضلي. طبعا عندي عائلتي مقدسه، شيء مقدس بحياتي هو العائله. تسمحوا لي الاهداء للكتاب كتبته للعائله. رويت نبضي من عشق باكوره امومتي رواد، ثملت اجزائي وتهت وزرعت بين مسامات جسدي السلاف. عشقت الريان حد الثمالة، ومن غنج السلام رسمت فسيفسائية لحضارتي عنوان، أسماء أولادي أسرتي شيء مقدس بحياتي. بالنسبة لسؤال حضرتك، تسلمي كلك ذوق. بالنسبة لسؤال حضرتك، كتابي ترياق روح هو الكتاب السادس كتبت عن المرأة فيه. الاحتواء اللي أكثر شيء بوضع الراهن للدولة عنا بسوريا، كثرت أمهات الشهداء، فوجهت كثير تعاطف ومحبة لأم الشهيد صبورة اللي فقدت ابنها فلذة كبدة، ضحت كثير من شان الوطن. كتبت عن المرأة كعاشقة كزوجة كأخت، معاناتها مع المجتمع، تقاليد اللي بالمجتمع مضطرة إن هي تتقيد بجزء منها للأسف. رغم كل الحداثة اللي وصلنا لها ما زالت المرأة اليوم تعاني من قيود شرقية وعادات وتقاليد للأسف موجودة حاليا بمجتمعنا اليوم. قديش أنت كأمرأة لما تكتبي عن المرأة قديش فعلا تقدري توصلي يمكن صوتها إحساسها مشاعرها كل التفاصيل يمكن اللي ما بيقدر حدا آخر يوصلها؟ بالدرجة الأولى حطيت أنا مراية قدامي مثل ما نقول مراية، فشاهدت من خلال هاي المرآة كل امرأة تعاني من أي شيء ممكن أنه يزعجها بحياتها الخاصة والعامة على مستوى أسرة وعلى مستوى مجتمع. فكتبت أنه لازم تكون قد حمل المرأة بكبريائها بحبها للحياة، باطلاع على المستقبل أنه يكون أفضل، ببناء أجيال ممكن أنه على المستقبل تساعد لظهور المرأة أكثر وتحقيق كل الأمور اللي هي ببالها وأمنياتها وأحلامها. يعني نحن فينا نقول يمكن أنه الكلمات ممكن تعمل تغيير بالواقع. نبدأ بالأول بتغيير بسيط، بنقول يمكن ثورة على هذا الواقع يمكن اللي بعض النساء عايشينه بمناطق معينة وبعدها بيحصل التغيير الجذري. بتشوفي هذا الشيء ممكن يحصل إن كان من كتاب، من خلال الشعر، من خلال الروايات؟ ممكن بعض الأفكار توصل من خلال الشعر. طبعاً في الناس اللي بتهوى الشعر وبترغب بقراءة الشعر ممكن توصل الفكرة. أنا كامرأة عم بكتب شعر نثري ممكن وصل فكرة ببالي توصل، وإن شاء الله أنه الجايات أحسن إن شاء الله. ملاك خلينا نحكي مثلا أسلوب الشعر اللي اتبعتيه هو أسلوب النثر، ليه اخترتي هذا أسلوب ست ملاك؟ الشعر النثري حر أكثر، ممكن انه اي فكره توصل يعني تكون عندك توصليها بشعر نثري غير محكوم، أيوة غير محكوم باي بحور باي، يعني كان سبب رئيسي. خلينا نحكي عن كتبك اللي او الدواوين اللي حضرتك نشرتيها، قلتي لنا هذا سادس كتاب. نعم. خلينا نحكي عن العناوين الماضية وكيف تطور إنجازك للكتاب الأخير. شو هي المراحل يلي مريتي فيها والأفكار يلي بتحسي إنه اليوم لازم نحكي فيها أكثر من قبل؟ كتابي الأول امرأة بلون ليلكي كان مقتطفات قصيرة، يعني مو نصوص نثرية طويلة، نفس المعاناة نفس الفكرة نفس
الكتاب الثاني من رحم الأمنيات، عنوانه من رحم الأمنيات، قديش المرأة عندها أمنيات وأحلام كبيرة جسدها خلال نصوص نثرية. الكتاب الثالث غفوة بحضن الفجر، كمان أحلام للمستقبل، بناء الجيل الجديد، الأم اللي عم بتضحي للأسرة للأولاد. الكتاب الأخير هو ترياق الروح، كان متنفس بكل معنى الكلمة، ترياق روح، يعني العنوان بيوحي لكثير شو في جوات هذا الكتاب. الروح اللي عند المرأة تحديدا. يمكن المرأة أخذ مساحة كتير كبيرة بالنسبة لي، كبيرة من كتاباتي. طبعا للرجل في حصة، للرجل في حصة أكيد، علاقة المرأة بالرجل كوفاء متناظر بين الرجل للمرأة والمرأة للرجل. الزوج الأب كمان له حصة ببعض النصوص. الأم الشهيد إلى كمان مكان. أكيد. ليش حبيت تشاركي أم الشهيد؟ أم الشهيد تعاطفت معها جدا، يعني الأم اللي ربت وكبرت ويعني شافت ابنها قبال عيونها ليصير عمره 20 سنة بلحظة برمشة عين تصحى ما تلقي شيء، كثير مؤثر. فتعاطفت مع الأم، وأنا عندي بنت مسافرة كمان، يعني السفر سبب لي السفر عمل لي أزمة نفسية. فكيف الأم اللي فقدت ابنها شهيد أو مشان الوطن، أو أكيد الرحمة لجميع الشهداء. أكيد الرحمة، أكيد نور الرحمة لكل الشهداء، وإن شاء الله سوريا منتصرة بإذن الله وبإذن العالمين. إن شاء الله الجايات أحسن ونكون أفضل، ونحن دولة صامدة، دولة عانت جدا مع الحرب وما زالت منقولة نحن أنه واقفة على إجريها، ما زالت يعني مزدهرة. نعم. إن شاء الله الجايات أحسن إن شاء الله. إذا بدنا نحكي اليوم عن مشاركتك بمعرض الكتاب، خلينا نحكي اليوم عن أهمية هي المشاركة. شو قدمت لك أنك تكوني موجودة ضمن كمان الكتاب لهم أسماء ومعروفين أيضا؟ هل تم في تبادل بالأفكار بالكتب؟ هديتوا بعض؟ وقعتي وأخذتي كمان كتاب تاني؟ أولا موضوع النت بعد كل الناس عن الكتاب، فمعرض الكتاب عم بيحاول يجسد شيء معين لتقرب الناس من الكتاب. كتير كنت سعيدة بالحضور اللي كان مبارح، أنا جدا يعني شاكرة كل إنسان حضر توقيع كتابي وطلب نسخة من نسخي، وكمان صار في تبادل بيني وبين بعض الشعراء، بعض الكتاب، بعض يعني مو بس الشعر النثري، أي شيء، رواية، القصة، أسلوب تربية الطفل، كله كان يعني ملم. تأثيرات، يعني أول شيء نعرف وصلت الكلمة، أنا هاي مبتغاي الأول والأخير، توصل كلمتي. توصل كلمتي للناس، الناس تعرف ملاك العوام شو عم تكتب، شو قصدها بكتباتها، لوين بدها توصل، يعني عرفتي شلون هيك. هي أفكار مشتركة يمكن عم تشاركوها ضمن معرض